شو الساعة؟ صافي صافي. إذن متابعينا الكرام متابعي قناة الشعب قناة الشتي اللي كنتواجدوا معكم مباشرة مدينة تطوان، فكما كتعرفوا معنا تطوان يعني من المدن اللي هي شهيره يعني بالاكله الشهيره ديالها اللي هي كالينتي. فكما كتشاهدوا معنا يعني في هذا البث مباشر متابعينا الكرام معنا يعني معلم كالينتي اللي يعني صراحه معروف في مدينه تطوان، اللي هو والاخ ديالو يعني كانوا كيبيعوا صراحه يعني كانوا كيبيعوا في الزنقه في الشارع، وسبحان الله هي كما كنقولوا يعني هي ربو ضرات نافعه. علاش ربو ضرات نافعه؟ لان صراحه يعني في واحد الوقيته يعني كانوا كيبيعوا في الشارع، وجات واحد القايده يعني من عن السلطه ودات لهم يعني الميسه ديالهم وبقاو بلا عمل. ملي دات لهم الميسه فهو والاخ ديالو تعصب وبقى في الدار يعني شي سيمانه ما خدامش. ف ملي بقى بلا خدمه فجلسوا شي سيمانه وجاو كيفتشوا وجاو كيقلبوا وجاو يعني كيفتشوا على المحل. فطبعا يعني بقى واحد المحل اللي هو يعني محل في الملاحجه، والحمد لله يعني فتحوا المحل ديالهم وسهل عليهم الله، ودابا هو خادم هو والاخ ديالهم واحد خادم اخر. انتم كتعرفوا يعني كتشوفوا معنا يعني كيبيعوا كالينتي، وكالينتي معروف من تطوان. فصراحه يعني تشوفوا الشكل ديالو وتشوفوا النوع كيفاش كاين. انتم كتشوفوا في التعاليق ومسلم ايمان فين كاين؟ كاين في الملاح القوس الملاح اختي يلاه كاين كاين اللي كيجي. ف كما قلت يعني الاخوان المتابعين ديالنا الكرام، فصراحه يعني هاد معلم هذا فهو والاخ ديالو يعني كانت عندهم واحد رب ودارات نافعه كما قلت. فطبعا يعني من بعد ما دات لهم يعني القايده الميسه ديالهم او الكاروسه، فربي سهل عليهم الله بالمحل، وخدامين دابا على راسهم. وكما كتشوف يعني عندهم ماشي غير كالينتي، فعندهم كالينتي هو الاخ ديالو، عندهم كالينتي وعندهم يعني الشاميه وعندهم حتى شنو ياخذ؟ حميص الكنافه. ف المحل واخا هو غالي، واخا يعني كالينتي تزاد وكالينتي يعني على ما بين تكسي نبيتي. فالمحل يعني واخا هو غالي، واخا يعني كرينه يعني غالي صراحه، باش كري محل في مدينه تطوان وشارع ملاح فهو يعني محل غالي. فهيداكم مقاتلين مع الزمن، وصراحه يعني مقاتلين مع الزمن. كاين شي دابا نسال يعني. يعني تقاتلوا مع الزمن وسبحان الله يعني خدامين، واخا يعني كرينتي غالي، باقين يعني باقين كيتعاونوا مع الدراوش، باقي كيبيعوا كالينتي بدرهم. واخا كنعرفوا بان الطحين ديال الحميص ولا الحميص حاليا يعني كامل 20 درهم الكيلو، كنعرفوا الزيت شحال غلات، كنعرفوا يعني المحل مكري بواحد الثمن اللي هو الثمن مرتفع. هادشي كامل يعني ما سبب لهمش عائق، ما خلالهمش انه يكون عائق، بالعكس يعني انتما كتشوفوا يعني خدامين على راسهم
والمحل فيه ثلاثه ديال الناس، الاخ ديالو هو كذلك، هذا هو مسكين، هذا هو اللي كانت القايده سبابو، هذا هو اللي معروف، كان القصه ديالو كانت 98 كان معلم فوقاش شفتي قد لك كانين 98 وانا في شارع محمد الخامس 18 عام وانا تما الله يجرعوا علينا، رجعت الفدان هنايا هذا هو السبب. الفدان شنو وقع لك؟ عاودنا القصه ديالك. عاود نهار الحيحه عاوتاني دراو علينا حاول. لا داونا رجعت هنا للطرافين داو لي الكروسه من تما جيت هنايا. ايوا هادشي اللي كاين. الكروسه تاتي لك؟ تاتي لقيت لك شي سيمانه وانا مريض. واحد المراه بوريه وقفت معانا. المرة ديالي هي اللي قالت لي تخمم شي يفك الله والحمد لله ربي حنين كريم تفرج علينا حنا جينا هنايا في الملاح دابا حنا كريان ديالنا مرحبا من عندنا اللي عنده مرحبا واللي ياكل واللي ما عنده شي ياكل والثمن مناسب الناس كتشكرك اه يرحم والدي شكرا معروف اي والله يرحم والدي الله كان يكي مرحبا به الشاميه الحميص الليمون يعني معلم قدر بانه كانت عندك واحد ربط النفع هي ضره ولكن جات نافعه باش تحت ديالك الحمد لله شنو الاكراهات اللي كتعانيها في هذا المحل صراحه يعني حيدت لنا المشاكل البروده من الشارع والشتاء والتكرفيس وجري المخزن هذا يطلع هنا ويديو لك السلعه الحمد لله احنا مستقرين هنايا نرتاح خا الكرا شويه غالي ومصاريف الحمد لله ماشي بالنسبه يعني اللي كان خفيف شكرا بالنسبه للمعلم كاني في شحال وصل الثمن ديالو يعني شحال دابا حمص 20 درهم الكيلو حمص غالي شويه والزيت غالي مصاري الحمد لله حنا ماشي كنشوفوا كاني واخا في الملاح واخا شي غالي واخا كرا غالي باقي كنتعامل احنا ما كنتعاملوا مع الناس لا شوف خلي اللي كيعملها وخلي اللي كيعمل ولا عنده ما كان عنده شي كنعملوا له كاع ما عندوش الدنيا هانيه شي اللي كاين دابا شنو هادي المعلم هادي حاله خشخش ها؟ حاله خشخش حاله هادي تركية؟ اه شامية سبيسيال هادي شحال كان عملت؟ جوج درهم وخمسة هادي جوج درهم وخمسة اه جوج درهم وخمسة هادي شنو فيها معلم باش يعرفوا؟ هادي فيها هلالا وفيها كيكاس وفيها الفلان والحليب شامية شامية هادي الشامية السميدة السكر هادي شحال حتى هي جوج درهم؟ جوج درهم طري درهم ما كتخرجش والو مره اه درهم ما كاينش هادي غير التيشيرت سميده ماشي تيشيرت سميده الزرق ماشي تيشيرت سميده سميده الزرق اه اسمها الشاميه حنا اه شنو اخر عندك المعلم في المحل يعني غير هاد خشخاش وكذا عندك حمص الحمص والليمون شي ديك والخبز كان عندو كاين انت بالخبز كاين اه انا بديت لي ديالك الله يا ودي مرحبا السيتوان مرحبا بهم من عندنا لا والله اللي عنده ما عنده اللي عنده ياكل اللي ما عنده شيء ياكل وحنا ماشي باش نعرف الناس باش ساكنين هما كيتفرجوا فيك ويعرفوا واش كاينتي كيجيو الناس كيقول لك بغيتي تعمل جوج دراهم كاينتي الناس ما بغالك شي يقول لك تعملتي ما حاب بغيتي تغلي عليه واه هي علاش بغيتي تغلي عليه باش يعرفوا الناس واه هي المسؤوليه انت كتشوف الكرا والماء والضوء الله يحسن العون دراهم ما بقاش مسلكش سلعة غالية الدراهم ما بقى فيه والو خسارة حق بعض الكوا كنسلكو مع الناس كيجي ما عندو شي درهم كنعطيوه إذا عندو شي كنعطيوه عندي يما الكليان ديالنا مساكن ويجو كيوقفوا معانا مفرطو شايفين هما كيفرطو شي فينا وحنا ما نفرطو شي فيه الكاليتي ديالك كتعدو في المحل كلشي اه المحل كلشي دار اه غندخلو نشوفو كيفاش اه جوج ملايين واحد ها كاينين ديال شي وجد ندخل برا بسم الله لا هو كاينين ديال الشمال وكاينين ديال تطوان معروف يعني الطحين ديال الحمص كيتطحن وكيتطحن كلشي دايرين كلشي دايرين زيد المعلم اشرح لنا كيفاش كطيبوا زيد اشنو دايما كيجاوبوا مع هذا الاسطول هذا باش ما نصوروش ينسى هو هذا مخلط شفنا اش مخلط كاين الملاح والزيت الطحين كاين حمص مطحون الطحين الحمص مطحون اه نغربلو كنديرو الماء والزيت والملاح كنخلطو ها السوينيات والفرع سي ها طحين الحمص اللي ما كيعرفوش اللي كاين الناس الداخل ما كيعرفوش هذا كاين فيه طحين الحمص سيكون مطحون ومغربل اه مغربل
مغربي باش يكون فيها نخاله لا والو. يديروا لك باغي هذا كارين تي سبيسيال. هذا كارين حراره عندك هنا معلومه. خليك الناس صافي وطايح عندك تحفه. المغاربه مسدين. وهذا كارين تي تطواني. ها هو واجد صراحه. الله يجيب الملاح مرحبا به. واحد السيد معاذ قال لك احسن ما حال في تطوان معامله ومقا الله يعاونك. كاين تسعه عدلوا طيبوا كاين حاجه كلشي باين. ها هو كلشي حدا الناس ها هو باش نقولوا شي يعني الناس يرجعوا عايده شويه باش الناس ها هو كلشي يعني هذه هي الكوزينه ديالو الطحينه هو تما الشمس قدامه سطولها هما ها لاباب وكلشي كيتغسل ها الصابون ها ها استنى هما هذا واجد هذا حتى يخلط واجد خويا خر خوينا شي سينيه دابا ها تشوف كيفاش كتخوى في السينيه وكيفاش كيتعدل في الفرن ها السينيه مغسوله معدله زيت زيت ضروري عندي خلط الضوء بحال ما كنخلط فيه دابا ستانس كنعدل هاي طبيعي لا ضوء 98 18 عام وانا في شارع محمد القاميش مع الرحموني الناس راه كيعرفوني الناس تيتوان كامله كيعرفوني كذا عندي تل الشارع محمد الخامس ورجعت في الدار شي عامين ملي قربت كورونا عاود جراو علينا رجعت مع الدايبيه الطرافي ومن تما وقعت الواقعه بداو لي المسائل كانت خير كانت خير يعني 98 18 عام زيد لك 3 سنين هي 21 سنه من هنا شحال دابا؟ ماشي عامين هنا من كورونا نهار اللي بدات كورونا وانا 23 سنه تبارك الله كريم السنه عادية 23 سنه 23 الناس كيعرفوني خدام انت ياك كيتخلط الله يا ودي سيني خاصكم زيته واحد الولد قال لك مزيانه الرياضه ملي كنتي كتخلط في يدك ها هو كلشي كيتخلط كيجيو عندنا فيما كنا كيتبعونا مساكن وانا قلت لك كيتبعونا مساكن فيما مشينا انا كليان ديالك الله يبارك بس سيطوان كامل لا تعرفني قليل اللي ما كيعرفش هذا الشيء هو مخلط نفسك سينية وري السينية طبعا دابا خصو يكون الضوء تحت الضوء ما كيخرجش كريم تي مزيان باش انا كنعاود الضوء الضوء ما كيخرجش مزيان نفس ضروري فران البوطه كيخرج مزيان ما شاء الله معلم عنده خبره حميده عنده خبره دابا يقولنا شحال كتبقى معليك السينيه معاه دابا السينيه اللي دخلتي فران شحال تطحين فيها شحال كتبقى معليك ماشي عاود السكيلو هاد السينيه كتقريبا 12 درهم حتى 13 درهم باش كتطيح السينيه 12 درهم شتي كاين؟ فيها نص كيلو طحين والزيت والملاح والكاغي ديالها والحار والملاح وين كطيح 12 درهم 13 درهم شتي كاين؟ والطوطه شحال كتبيعها؟ 20 درهم لا سيدي انت اللي كتخليها 20 درهم 20 درهم يعني 5 درهم درماح سينيه 6 درهم 6 درهم ساعة ساعة قال يجي عاود كبر ما عندوش شي كتعطيه واحد درهم في سبيل الله ولا جوج قدروا نقولوا سير مينا وقنا حنا ماشيين بقاو شي جالسين حسن عندي مد هذا اللي كاين الكليان ديالنا اللي كيشوفنا مرحبا به انا في الملاح مع القوس مع صحاب زعزع مع كابوت جداد حنا هنا مرحبا بهم بغا يجي عندنا مرحبا وشكرا الله يخطيكم
كلشي دار والكريفو ها الماء ها الطحين ها المساعي كنطيبو قدام الكليان الكليان كياكلو حنا كنطيبو قدام النظافة الصابون كلشي تهز السواني كنغسلو قهوة كتشوفو شي كبيرة سينيا نقية جديدة هادي الشامية هادي ها هو اللي كيبيع الشامية هذا معروف هذا ديما كيضحك حق ما عندوش مع الكاميرا لاتي واخا تعطيني شويه بركه واش كيش كتعدل نصاورك شي مثلا هذا خادم معلم اللي كان كيهضر معنا قبيلاتي حتى هو يعني هو وخا بدا هذا المشروع ديال كريم تي في كان كيبيع في سواء كان كيبيع في الشارع وكاروسة في الشارع وكنا كنعرفوا بان الظروف يعني الرخصة ما كتكونش في الشارع وداك الشيء يعني صراحة يعني عانوا بزاف وهادشي اللي خلاهم انهم يتقاتلوا يعملوا محل واخا المحل يعني غالي الفكرة ديالو يعني صراحة تقريبا يعني الثمن اللي قالنا باش كاري المحل فهو يعني تقريبا 4000 درهم هنايا ماشي سهلة 4000 درهم وانت كتبيعها كارينتي وثلاثة ديال ثلاثة ديال الخدامة يعني ثلاثة ديال الخدامة زيد عليها الكرة وزيد عليها الموضة فصراحة وهذيك باقي كيقنعوا مع الناس والحمد لله يعني سر مهنة هو القناع. مرحبا السلام عليكم الاخوان ديالنا مرحبا بكم هادشي كامل موصلو طري كيصعد لكم شي قدامكم الاخوان دائما كيتغسلوا كنشكر الكليان اللي كيجيو عندنا الله يجازيهم بالخير ومرحبا بكم طنجة الكويرة فيما كانت الكليان مرحبا به. عاود شويه على الناس اللي مع شي يعني شي موقف وقع لك باقي ما شفتيش مع شي واحد دائما كيبقى عندنا المشاكل مع الناس اللي كنصوروا وصافي فهمتي بنادم كيجيبها جاهل بزاف كيقول درهم ودي حيا عليك واش درهم هادي زين الباقي الحمص شحال هادي كيعمل 7 دراهم و5 دراهم دابا الحمص كيعمل 20 درهم الفوق كيطيح علينا قولوا لنا نقصوا لنا في الحمص ما كيعرفوش حتى الاسميه ديال الصغرى شي بعض الناس كيبداو يحيحوا ويهضروا ويسمعوا الهضره وكنشكر الاخوان كاملين اللي كيجيو يشريو منا هنايا كليان ديالنا كيقولوا خرجوا الطين حمص حنا خدمناه بجوج دراهم دابا كنخدمو ب 20 درهم والله الا ب 2000 كنا كنبيعو بجوج دراهم الكيلو حمص كنشريو الزيت كنا كنشريو 7 دراهم ونص دابا الزيت 22 درهم وصلت لليتر السلام عليكم الاخوان شحال كيعمل 3 دراهم اذا متابعينا الكرام كما شفتوا يعني الحمد لله يعني المحل يعني رغم انهم في المحل رغم ان كل شيء غالي باقي كيقنعوا مع الناس باقي كيعادوا درهم باقي اللي ما عنده شي شيء ياكل باقي الناس يعني كيعرفوها بانه يعني واحد الشخص اللي هو نقي نقاوه يعني الناس كامله كتعرفوا زير ساكنه مدينه تطوان وعليه واحد الرواج والحمد لله يعني مرحبا بكم طاس ديال الملاح خاطر رجع شويه نرجع عاد لا رجع عاد حد البياسه اللي معاك انت ها فين ها هو القوس ديال الملاح تحت الناس ديال اللي كيبيعوا الناس اللي كيبيعوا زعزع فمرحبا بكم اذا متابعينا الكرام صارنا معكم نهايه هذا المباشر شكرا على المتابعه دمتم في رعايه الله وحفظه ومرحبا بكم تاكلوا كانيتي والحمص.